تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن قبل ما نبتدي معاكم بتذكيركم بأرقام الهواتف، خلونا نرحب بطاقم البرنامج معنا اليوم في التنسيق ميرا الغفلي، وفي الإخراج نمر محمد عبده. نمر صباح الخير. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح الورد وصباح الجمال، صباح الخميس آخر يوم في الأسبوع، وإن شاء الله مباشر يكون عندنا إجازة جميلة نستمتع فيها، نغير جو، نستمتع بالأجواء الخارجية. لا تقعدون في البيت، استغلوا بما أننا باقي أيام بس على موسم الربيع، نطلع نحرك ريولنا، نمارس جزء نوع من أنواع الرياضة عشان نكون بصحة أفضل. ذكركم بأرقام التواصل على 600-551414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب ليش متحمسة اليوم؟ يوم الخميس أحلى يوم في الأسبوع. إنزين، عندنا اليوم دراسة جميلة بنتكلم فيها عن تقنية جديدة تعيد البصر في أقل من 45 دقيقة. تمكن بعض المرضى من استعادة بصرهم بالاعتماد على تجربة رائدة استخدمت فيها الخلايا الجذعية لإعادة نمو الخلايا المسؤولة عن الرؤية التفصيلية في العين. وتمكن اثنان من المرضى وهما رجل في الثمانينيات من عمره وامرأة في الستينيات من عمرها من القراءة مرة أخرى بعد هذا الإجراء الطبي الأول من نوعه، حيث كان يعانيان من ضعف بصري حاد تسبب في إصابتهم بالضمور البقعي المرتبط بالسن والذي يؤدي إلى العمى. وقد تم تسجيل تحسن في البصر لديهم بشكل كبير بعد 12 شهر من الخضوع للعلاج بالخلايا الجذعية عن طريق زراعتها في شبكة العين أو شبكية العين. وتقدم هذه التجربة الرائدة التي أجريت في مستشفى مورفيلدز للعيون الأمل في علاج المرض الذي يصيب 600,000 بالغ في المملكة المتحدة وأقل من 2,000,000 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها قطعة نسيج هندسية بنجاح لعلاج المرضى الذين يعانون من فقدان البصر الشديد المفاجئ. يعتقد الباحثون أن هذه التجربة يمكن أن تؤدي إلى تطوير علاج رائد خلال 5 سنوات، ويمكن أن يصبح شائعا مثل جراحة إزالة المياه البيضاء في العين. وتستغرق عملية زراعة الخلايا الجذعية أقل من 45 دقيقة تحت تأثير المخدر الموضعي، وتنطوي العملية على أخذ خلية جذعية جنينية واحدة وزراعتها في رقعة مقياس 6 مليمتر من 100,000 خلية صبغية شبكية. ثم يتم لف هذا التصحيح في أنبوب صغير ويتم حقنه عبر شق صغير في العين، وبعد ذلك توضع خلفية خلف الشبكة، يعني هذا الأنبوب اللي يحقنونه يوضع خلف الشبكية، حيث يدعي الباحثون أنه يحل محل الخلايا المعطلة. البروفيسور بيت كوفي شو يقول؟ هو طبعا بروفيسور في معهد الطب وجراحة العيون بجامعة كاليفورنيا. تمثل هذه الدراسة تقدما حقيقيا في الطب وتفتح الباب على خيارات العلاج الجديدة للأشخاص الذين يعانون من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، ونأمل أن يؤدي إلى يعني هذا العلاج إلى سهولة الاستخدام ويمكن توفيره للمرضى في الخدمة الصحية الوطنية خلال 5 سنوات القادمة. يعني اختراع
وشوف بالخلايا الجذعية، وإحنا أكثر من مرة قلنا في صحة وسعادة الخلايا الجذعية كيف رح تكون لعلاج مرض السكر، حتى بيستخدمونها لزراعة الكلى للناس اللي يعانون من فشل كلوي. فالخلايا الجذعية رح تكون هي ثورة في عالم الطب. طبعا ممكن في ناس وايد يقولون شو الضمور، شو اسمه الضمور التنكس البقعي أو ضمور البقعي للعين، هي عندنا في منطقة في العين اسمها الماكيولا اللي هي مسؤولة عن التفاصيل الدقيقة لما نقرأ جريدة. شرحتيها يعني الحين اسمها بالعربي أصعب من الإنجليزي. المهم هي هالنقطة اللي بيزرعون فيها الخلايا الجذعية هي المسؤولة عن التفاصيل الدقيقة، لما نقرأ مثلا نقرأ الجريدة، نشوف الويوه، نشوف نسوق في الليل، لما ما نقدر نشوف التفاصيل الدقيقة مثل أرقام السيارات، أشكال الناس من بعيد، هذه الخلايا من عمر 60 وطالع يستوي فيها نوع من أنواع التحلل. فهم هالدراسة راح يحقنون خلايا جذعية، فهذا المكان اللي فيها الخلية بحيث تنتج خلايا جديدة ويقدر الواحد يشوف طبيعي كأن مثل العين أي شخص طبيعي. فوالله محمود تعتبر ثورة. إذا إحنا يعني واحد من المشاكل عندنا مع الكبار في السن ضعف النظر، إحنا نخاف منه ليش، ودائما ننصح كبار السن إنه يشوفون طبيب عيون يفصلون نظارة، لأن اكتشفت الدراسات إن ضعف النظر عند كبار السن أحد أسباب تعرضهم للسقوط، السقوط اللي يؤدي إلى كسور، والكسور يؤدي لوجودهم في السرير فترة طويلة، بالتالي يعيق عندهم، يأثر على مفاصلهم، وبالتالي تدخل في دائرة من المشاكل. فعشان البصر عندنا جدا جدا مهم، يعني مثل ما نقول كبير السن اخذ فيتامين د، اخذ كالسيوم، اهتم بتغذيتك، نقول اهتم ببصرك عشان تقلل حالات السقوط. اليوم عندي واحد من الزملاء اللبنانيين، طبعا اللبنانيين لهجتهم جميله زين، فكانوا رايحين بيصورون في واحد من اللوكيشنات في هيئه الصحه، فيقول لي زعبرونه. شو يعني زعبرونه؟ يعني دشرونه. يعني شو فسرها؟ يعني مثل انت توه ايه زعبروا علينا، عصبوا يعني؟ لا يعني دشروهم بعد يعني طردوهم. يا سيد تيبيني أبوني تفسرتي الحين، شو قلتي لي الخلية اسمها؟ ماكيولا. ماكيولا، طيب نحن ماكيولا ماكيولتين ثلاث ماكيولاتي، وراجعي لكم بعد الفاصل إن شاء الله، عندنا مواضيع جاية ففاصل وراجعين إن شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو الموضوع؟ وايد مواضيع عندنا هني. دكتورة يسأل هل يوجد العلاج بالخلايا الجذعية في الإمارات؟ ليس بعد ما دخل حيز التطبيق 100%، يعني بعدها في ضمن التجارب إن شاء الله. يعني هو عالميا أصلا ضمن التجارب. نعم. بس نعم. تأكدوا إن شاء الله أول ما يدخل حيز التنفيذ بيكون بإذن الله، يعني بتكون دولة الإمارات من الأوائل والسباقة في هذا المجال إن شاء الله. إنزين. سيف الهرمود يقول صباح الخير، مسوي عملية ليزر قبل 4 سنوات، وأحيانا وأنا راقد من أفتح عيني على صوت المنبه أحس بحرقة في عيني لكن تختفي بعد دقائق، هل هالشيء عادي لأني فتحت عيني فجأة؟ هذا احتمال عندك جفاف أخوي سيف في عينك، فلازم تشوف طبيب العيون. ترى المتابعة بعد الليزك محمود مهمة، في ناس تهمل تقول خلاص سويت ليزك ما له داعي، على الأقل مرة في السنة تشوف طبيب العين. أعتقد عندك جفاف، هاي مشكلة شائعة. زين. ناخذ أسمى الجناحي، تعرفنا على آخر ما استجد في وسائل التواصل الاجتماعي، صباحك الله بالخير أسمى. أسمى صباحك ورد. أسمى معانا ولا فصل خط؟ مو مشكلة. طيب باكر في عندنا سباق الدراجات الهوائية، هذا السباق اللي تنظمه هيئة الصحة بدبي ضمن أجندتها في احتفالاتها بعام زايد تحت عنوان الرياضة في فكر زايد وبالتعاون المثمر مع اتحاد الدراجات الهوائية. حول هذا السباق نحن موجود معانا أستاذ حمزة عباس مدير مشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير حمزة. صباح الخير يا هلا بالشباب. جاهزين حق باكر ان شاء الله؟ انت جاهز؟ انا ان شاء الله بكون عندكم، بس يا اخي وايد من وقت يا يبينا 6:30. شباب 6:30 ولا 5:30 كنت تقول هذا كل مره؟ تسجيل 5:30. اي تسجيل 5:30 متذكر انا. انزين نحن اول شيء نبغى نعرف الساده المستمعين، بنبدا عن المبادرات الرياضيه اللي تنظمها هيئه الصحه بدبي في عام زايد، واللي هي السباق هذا واحد من هذه المبادرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، ومشكورين على الضيافة هذا التواصل وياكم. أما بخصوص مبادرات الرياضية، بعد تم تشكيل لجنة من عام زايد برئاسة أخ خالد جلاف، تم تشكيل لجان من خلال جميع المستشفيات يكون متواجدين أن واحد يقدم مبادرته. من ضمن المبادرات مبادرات اللجنة الرياضية قدمنا نحن عدة مبادرات للرياضة للسنة 2018 مبادرة عام زايد، وكان من ضمن المبادرات كان معرض الصور اللي سويناها قبل الفترة نحن، وانتقلنا عدة أماكن. ومن الملاحظ أن في سمعوا الناس أن في معرض صور الشيخ زايد والرياضة في فكر زايد، أنهم يستعينون بهذا المعرض في عدة أماكن. الحين عندنا عرض من نادي شباب أهل دبي أن يكون في أكاديمية، عندهم برنامج مهرجان كبير يبون المعرض، جميل، يعرضونه على شباب، على الرياضيين، الأطفال الصغار اللي يمكن ما شافوا الشيخ زايد وهذا، ولاحظوا نشوف فكر زايد في الرياضة مقابل الصحة. طلبوا منا جماعة إخوة في مرموم قرية التراث اللي بيسوون في 1/4 مهرجان كبير عندهم الهجن، وهذا طالبين بعد معرض يكون يستضيفونه بالتعاون مع الهيئة، يسمون البرنامج مجتمعي بين الهيئة وبين قرية المرموم للتراث الهجن. جميل. وبالتالي نحن عندنا الحين ومن ضمن هذا السباق اللي بيكون إن شاء الله باكر، السباق الباكر الملاحظ أنه في إن شاء الله كما يقولون أن في رقم قياسي من كثر عدد المشاركين. نعم. اللي بيكونون المشاركين يكونون مو بس من إمارات، من مجلس التعاون بعد بيجوا بيشاركوا باكر، يعني من هو المحترفين. الأخ لاعب الإماراتي أخ يوسف ميرزا، هذا بطل آسيا. نعم. مع منتخب الإمارات بيكونوا مشاركين. جميل. يعني عدد كبير، هذا دليل على حب المواطنين، حب الوافدين اللي عايشين على أرض الإمارات. صحيح. لزايد. صحيح. وبالتالي يقدمون أقل شيء. نحن مهما نقدم للشيخ زايد ما نقدر نوفي حقه يعني. أكيد. وبالتالي المجموعة الموجودة المجتمعية أصحاب الهمم بيكونوا مشاركين باكر 15 كيلو. أنا أشكر أخوة في هيئة الصحة الموظفين، وصلنا نحن حوالي 80 موظف من هيئة الصحة بيشاركون باكر بعد، وبالتالي يكون عدد كبير إن شاء الله، وإن شاء الله يلقي النجاح إن شاء الله. عندنا 80 موظف من هيئة الصحة بس عدد المشاركين ككل من دون مجلس التعاون فوق، يعني تقريبا اتحاد درجات اتصلت فيهم قال حوالي فوق 400 شخص. ما شاء الله، ممتاز. هي هي. نسوي نفس هالفعالية إن في سباق دراجات وغيره، واشتراك الموظفين من هيئة الصحة في مثل هالمبادرة شو يزرع في الموظفين؟ شو الهدف منه يكون؟ الهدف منه إن دعمهم وحبهم للشيخ زايد أن يشاركون في مثل هذه الفعاليات الموجودة، وموظفين هي بصفة عامة يشاركون في معظم الفعاليات تكون على في مدينة دبي، من تحدي إن شاء الله تاريخ 26/4 نحن مشاركين في ألعاب الحكومية، مبادرة الشيخ حمدان الجديدة هذا موجودة. صحيح. تاريخ 7/4 في تحدي للسيدات في حديقة مشرف مسمون مجلس دبي الرياضي، بعد بنشارك هالتجربة لهم لتاريخ 26/4. جميل. وبالتالي موظفين هي إن شاء الله نحب نسوي فريق للتحدي باسم الهيئة إن شاء الله، وأخ محمود يكون واحد منهم إن شاء الله. هي محمود في عندنا ما أدري أسماء عندنا أن محمود حوى عندنا رياضيين في الهيئة، بحاول أنا أدخل معكم إذا رضوا، يعني أدخل معكم نبقى باش تكونين موجودة ان شاء الله. من يبلش هالسيكل في جرس، في جرس هذا زين، في ليت بعد، في ليت عشان تدري عشان الحمايه. زين اخوي حمزه، الحين اللي يبون يشتركون اول شيء كيف يشتركون؟ ثاني شيء شو يبون معاهم؟ ثالث شيء وين الاجتماع؟ وين يجتمعون عشان السباق؟ الاشتراك للموظفين هي مجانا، درجات موجوده، كل شيء موجود هناك، يون اساميهم مسجلين اساميهم وطرشن اتحاد الدرجات. نعم. كل شيء هناك موفر لهم، دراجات وموقع السباق كل شيء معروف. نعم. بيكون السباق تسجيل الساعه 5:30 بدايه السباق فجرا، نقول الناس فجرا الناس تعبانه العصر لا فجرا بعد صلاه 6:30 بدايه السباق. نعم. الساعه 9 تقريبا يكون تتويج بحضور معالي حميد القطامي وسامة الشعفار، من الشباب مسؤولين في مجلس دبي الرياضي. نعم. كلهم بيكونوا موجودين إن شاء الله. طيب وبالنسبة للأشخاص بشكل عام، دعوة عامة لجميع الموظفين الهيئة وغير الهيئة يكونوا موجودين عشان يشوفون هالسباق إن شاء الله.
طيب كم كيلو تقريبا؟ في 60 كيلو المحترفين هذيلا و15 بيكون للهواء داخل الحديقة و20 كيلو للموظفين ان هي داخل الحديقة حوالي 4 لفات او 5 لفات. نحن يعني ما نلف داخل الحديقة بس. والمحترفين برا الحديقة. المحترفين 20 كيلو بس؟ انتوا 20 تبغى زيادة 60 يطلع برا. خليه يلف 5 لفات، اعطى زيادة محمود يلف. والله محمود يحس متعب يعني حتى لا 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 هو لا هو يسوي نشاط. 20 كيلو بسيط جدا هو يسوي نشاط درجات عنده. ايه محمود ما شاء الله رياضي طبعا يعني كره دراجه فغطينا اذا ما قدرت احضر غطينا محمود باشر الفعاليات. تدرين شو يعني الواحد يبغى يشارك 60 كيلو مع المحترفين زين بس يخاف انه يتفشل يعني. ايه وين اخر واحد يتعلق سياره البيك اب هو ماشي. لا عموما يعني مثل ما ذكرنا ان الدعوه عامه انشطه كثيره تقومون فيها استاذ حمزه مشهور. يعني في شيء تبغي بعد تضيفه على هذا الموضوع ونكرر الدعوه كذلك للمستمعين؟ اول شيء اشكركم انتم على هالاستضافه واشكر اخواني في اللجنه الرياضيه اللي قايمين وياي يعني ما مقصرين. اشكر مجلس دبي الرياضي لتعاونهم معنا وبعدين احنا نشارك الجميع عندنا شراكه بينه بمجلس دبي الرياضي على جميع الفعاليات اللي تقام في مدينه دبي. بعد يعني الشهر الجاي شو عندكم من فعاليات الواحد ممكن؟ عندنا ويا اصحاب الهمم في فعاليه ان شاء الله. نعم. في نادي اصحاب الهمم مشاركه وياهم نحن نسوي لهم برنامج توعوي بعد من ضمنه التغذيه والسكر و توعية سكر وضغط الدم والعيون وأسنان. ممتاز. إيه بالإضافة مشارك ويانا ملتقى الأسرة يكونوا موجودين في مباراة في كرة السلة أسوية ويا أصحاب الهمم. جميل. محمود فرصة شاركة. كل الرياضات سجل اسم محمود من الحين كل الفعاليات وبالتالي هاي بيكون مبادرة ثانية. في على طاري أصحاب الهمم عندكم بعد كذلك بارت خاص بالسباق هذا لأصحاب الهمم ولا باكر؟ إيه في 15 كيلو في الحديقة لأصحاب الهمم. أصحاب الهمم إيه 15 كيلو ما شاء الله. إيه في حد بيكمل منهم؟ يكملون إيه بالعادي عندهم. ممتاز والله همة عالية عندهم تكون فما شاء الله اللي مشاركتهم جدا بتكون جميلة. لا لا بالعكس وايد متعاونين وأنا أشكر أخ ثاني بهالموضوع يعني بصفة رئيس النادي بخصوص الموضوع تعاون هيئة الصحة دائما يعني. ثاني يمع بالرقاد الله يذكره بالخير. استاذنا وعزيز على قلبنا بعد استاذ ثاني. عموما حمزه نحن شاكرين لكم يعني هذا التواجد الدائم في مختلف الانشطه والفعاليات. للامانه يعني اللجنه الرياضيه في هيئه الصحه بدبي يعني ما تدخر اي جهد دكتورة إلا أن تحاول تشرك الموظفين ضمن هذه الفعاليات لأن الواحد ما دام أنه يلعب رياضة صحته زينة إن شاء صحيح الله. صحيح بالضبط. وأمس خلصنا بطولة السيدات مع المستشفيات الخاصة. بيكون نهائي يوم الجمعة سوري نهائي يوم الجمعة بس باسكت بول بارحة فازوا نهائي رعاية الصحة الأولية. ممتاز. ايه فازوا. زين الحين انت رافع ايدك يعني على اساس انك انت لعبتي انا انا معاهم قلبا مساكي هذه النيرسات اللي عندنا يحليلهم سايرين ويلعبون سله وهذا حتى ما شجعتيهم ما صرت تطالعين. والله كنت بس بشجع والله وبصورهم وشي عشان اشجعهم. يوم الجمعه هذا يقول لك يوم الجمعه تعال يلا مع المستشفى الامريكي الساعه كم يوم الجمعه ابو محمد؟ عقب صلاه المغرب. عقب صلاه المغرب بعد شوايه. جزاك الله خير استاذ حمزه عباس مدير المشروعات الرياضيه والبرامج الاجتماعيه في هيئه الصحه بدبي. كل التوفيق. نكرر لكم الدعوه مستمعينا ان شاء الله باكر الساعه 5:30 يبتدي التسجيل لين 6:30 في حديقه مشرف. الدعوه عامه موظفي هيئة الصحة بدبي مجاناً. مجاناً. والسياك الموجودة بعد. أي موجود. للموظفين عشان يشاركون في هذا في هذه الفعالية. بالنسبة للعامة ممكن الواحد يجيب سيكله معه. عادي عادي. زين ويشارك. نعم. أظن في رسوم رمزية وكذا ولا بلاش. ما خليهم بلاش مو مشكلة. يا سلام. ها بعد أكثر من شيء ما يحصلون رياضة بلاش وتغيير حياتي. جو والجو جميل طبعا باكر إن شاء الله. لأن أنا أتذكر في جوائز بعد حاطينها. جوائز كبيرة صراحة نسينا نقول جوائز كبيرة الأوائل.
سيائر في يعني في كل الفئات ولا بس؟ لا كل الفئات. كل الفئات في الجوائز. جميل جميل. ممتاز. إذا تعالوا باكر خلينا نشوفكم في حديقة مشرف إن شاء الله. بتي نمر. إيه ضروري ها. عندك سيكل؟ سيكل موجود تعال بس. إنزين. هو نمر مال فروسية مو مال سياكل. إنزين. تفاح صديقة. إيه. نطلع فاصل دكتورة بس يوم الجمعة لا تنسينا. إن شاء الله. بتلعبين بعد وياهم طائرة؟ تعرفين تلعبين طائرة؟ لا والله. طائرة سلة هذا ما أعرف. شو تعرفين تلعبين من رياضات؟ سيكل. تنس. لا تنس بعد. ما فينا نتفشل جدا. محمود قدم ممكن. الدكتورة هي خليها حارس. ممكن. بلعب أنا هاي المباراة. تمي حارس أنا بلعب. عشان يبقى جوال كله علي مرماي. ما بيبقى جوال. يعني بيراعيني ما بيبقى جوال في مرماي. والله زين محمود والله زين. جزاك الله خير. فاصل وراجعين مستمعينا. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. ارقام التواصل معانا 600551414 ورسائل النصيه على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب نحن عندنا موضوع جميل ما نتكلم فيه عن يعني بعض الكفاءات لعلاج مشاكل الغدد والسكري. يعد مستشفى دبي التابع لهيئة الصحة بدبي واحدا من أهم المستشفيات الرائدة في المنطقة، إلى جانب الخبرات والكفاءات اللي يزخر بها المستشفى فهو من أوائل المؤسسات الصحية العالمية استحواذا على التقنيات والتجهيزات الطبية المتقدمة. وقد أوجد حرص الهيئة على تطوير المستشفى بشكل متواصل جميع المقومات اللي تعزز نجاحه وريادته في جميع التخصصات والأقسام وفي مقدمتها قسم الغدد الصماء. يسعدنا الحديث عن هالقسم وشو يقدم من خدمات طبية عالية الجودة. يكون معنا في الاستوديو الدكتور علاء بشير استشاري الغدد الصماء والدكتور عزة استشاري الغدد في مستشفى دبي. صباحكم ورد، حياكم الله في الاستوديو. الله يحييكم. هذا دكتورة عزة، أنا بغي اسمك الثلاثي، شو عزة إيش؟ عزة عبد العزيز خليفة. عزة عبد العزيز، لأن الجماعة عندنا في الإعداد ما عطونا الرقم الرقم الاسم كاملة. دكتورة عزة عبد العزيز. وأيضا دكتور علاء، اسمح لي انا عاده ببتدي مع عزه. تفضل. انزين عزه، يعني نبغي نتحدث عن تعطينا نبذه عامه عن الخدمات اللي تقدمونها في القسم، شو تسوون بالضبط في مستشفى دبي؟ طبعا عندنا القسم واحد من اكبر الاقسام اللي موجوده في يعني في دبي، ونستقبل حالات حتى من المناطق الشماليه. تقريبا عندنا 21 عياده في الاسبوع. وضمن هالعيادات في عيادات تخصصيه، مثلا احنا نشوف الحالات اللي عندهم السكر مع الحمل، عندنا اللي هم المضخات، عندنا عيادات الغدد الصماء. الغدد طبعا عندنا وايد غدد في الجسم، يعني غدد نخاميه، الغدد الدرقيه. فالغدة الدرقية يعني أكثر شيء إحنا حاليا نركز فيه، لأن عندنا تقريبا عيادتين مع الموجات الصوتية فوق الصوتية، وعندنا كفاءات مؤهلة ومرخصة من الولايات المتحدة، إن إحنا يعني سونوغرافرز، يعني نسوي مثلا اللي هو التصوير وحتى ناخذ اللي هو العينات من المرضى اللي يحتاجون. ممتاز. دكتور علاء، بتضيف شيء على الخدمات اللي يقدمها القسم؟ بالإضافة للعيادات اللي ذكرتها الدكتورة عزة، في زي ما قالت هي عيادة السكر والحمل، في العيادات للمراحل السنية، يعني الأطفال اللي كانوا بيتابعوا مع قسم الأطفال ووصلوا عمر 13، ما على طول بنحولهم لقسم الكبار، بين 13 إلى 18 بيتابعوا في عيادة مخصصة على أساس إنه التحويل من طبيب الأطفال لتابع البالغين، للطبيب البالغين بيكون شوية بيفرق عندهم في العلاج. ففي دي عيادة بدينا استحدثناها قريبا في الفترة اللي طافت، وعندنا إن شاء الله بادين في الفترة الجديدة عيادة للغدة النخامية إن شاء الله.
وحيكون حتكون مشتركة مع جراحين الغدة النخامية. ممتاز. فالطبيب الأول مريض لما يجي بيكون عنده فرصة إنه يشوف طبيب الغدة جراح الغدة النخامية في نفس الوقت، بتوفر عليه كثير من التعب. يعني أنا هني أتساءل شو علاقة يعني الغدد بالسكري، يعني ليش دمجوهم في تخصص طبي واحد؟ لأنه يعتبر السكري جزء واحد من أمراض الغدد، هو بياخد جزء كبير من أمراض الغدد، لأنه البنكرياس يعتبر غدة من الغدد النخامية. أوكي. وإفراز الإنسولين، الإنسولين في النهاية يعتبر واحد من الهرمونات كمان عنده علاقة بالسكر. صحيح. دكتور علاء، أنت ذكرت عيادة جديدة هي عيادة المتعلقة بأمراض الغدد النخامية. نعم. وإحنا نشوف بعد واحد مرضى عندهم مشاكل في الغدة، فتعطينا بس نبدأ شو أهم الحالات، شو الغدة النخامية أو شيء عشان الناس تعرفها، لأن هي تعتبر مفهوم جديد، الناس تعرف الغدة الدرقية أكثر شيء، النخامية يمكن ما لها وايد. ليش تشري علي؟ يعني العامة. فشو الغدة النخامية وشو الأمراض المرتبطة فيها أكثر شيء؟ طيب، أمراض الغدة النخامية هي غدة موجودة في الدماغ. بالضبط، الواحد لو عمل خط في النص بين العيون الاثنين ورجع شوية في الخلفية في أسفل الدماغ موجودة. نعم. خلف العيون. الغدة النخامية هي احنا بنعتبرها المايسترو لكل الغدد في الجسم، هي تتحكم في إفراز الهرمونات من كل الغدد الأخرى، فإذا وقف إفراز الغدة النخامية لأي سبب تتوقف باقي الغدد. أكثر الأمراض اللي بتأثر على الغدة النخامية، واحد منها زيادة في إفراز هرمون الحليب، ده بنشوفه عادة في معظم الأوقات عند النساء، وبيأثر على انتظام الدورة الشهرية، بيأثر على قدرتهم على الحمل والإنجاب. في أمراض تانية زي زيادة إفراز هرمون النمو، زيادة إفراز الكورتيزون، هذه كلها أمراض متعلقة بالغدة النخامية. صحيح. بعد العملية عادة بيحصل خلل في إفراز الغدة النخامية، تتوقف كل الغدد، بالتالي لازم ندي المريض اللي عنده مشكلة في الغدة النخامية أو شال الغدة النخامية لازم يأخذ هرمونات بديلة. صحيح. دكتور علاء، ذكرت هرمون النمو. طبعا احنا نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي تلاقي هرمون النمو صار مثل ترند، يعني كل حد قام يوصف هرمون النمو على اساس انه اللي تبى تطول واللي تبى تضعف تاخذ هرمون النمو عشان تطول او عشان تضعف، فشو رايك انت في هالكلام؟ والله دي واحده من المشاكل اللي احنا بنشوفها كثير. هرمون النمو، هرمون الذكوره والتستوستيرون. نعم. بالذات في الجيم الناس يستخدمون كثير لبناء العضلات ولفقدان الوزن. صحيح. زي ما قلتي، في كل التوصيات في العالم ما في أي واحدة من المنظمات في الغدد في الغدد الصماء بتوصي بأنه يتاخد هرمون النمو أو هرمون الغدة الدرقية أو هرمون الذكورة إذا ما كان في احتياج له، احتياج طبي. صحيح. يعني إذا ما كان في نقص ما لازم يتعوض الهرمون. فالاستخدام ده في معظم الأحيان يضر أكثر مما ينفع. وإحنا بنشوف كثير من المرضى بيستخدموا أي واحد من الهرمونات وبيجوا بمشاكل صحية، علاجه قد يحتاج توقيف الدواء لأكثر من سنة، أو قد يحتاج يأخذ أدوية تانية عشان يعالج نفسه من مشكلة حصلت له بسبب يعني. طيب، خذ الهرمون دكتورة، بعد فترة يعني ما يتم مشاكل ولا أي شيء، بس قرر أنه يوقف هذا الهرمون، في أضرار عليه بتكون جسديا في المستقبل؟ لما الواحد يأخذ طبعا هرمون زايد في الجسم إلا ما بيأثر يعني، بس هذا ما بيكتشفه إلا بعدين. فمثلا من استقطاع الدواء تقريبا لين سنة مثل ما قال دكتور علاء ممكن يكون في مضاعفات في الها وما بيكتشفها، بالذات إذا الواحد كان عزب مو متزوج، بعد الزواج ممكن يعرف أنه في مثلا مشاكل، بس هذا هو أكثر شيء. طيب، شو أكثر الحالات اللي تردكم على القسم دكتورة، ويعني تبغين تنورين الناس عن هذه المشاكل اللي ممكن نحن نصادفها على الأقل في مجتمعنا في دولة الإمارات؟ مثلا هو كل حالة غير عن الحالة لها، بس مثلا يونا مثلا حريم مثلا عندهم تكيسات في المبايض. فهذا يعني كبير يعني، فالتكيسات في المبايض يسوي اضطرابات في الدورة الشهرية، يسوي زيادة في الشعر. شو أسبابها أصلا؟ هو خلل في الهرمونات. وتؤدي إلى اللي هو تكيسات في المبايض.
وأعراضها من أن مثلا يكون في زيادة في الوزن، زيادة في حب الشباب، نعم. زيادة في الشعر، اضطراب الدورة الشهرية مثلا، واحد ما يكون عارف صحيح. فمثلا يروح يرتاد، يروح دكتور الجلدية عشان مثلا هالأمور، وبعدين يجونا متأخر ف يوم احنا نفحصهم ونعرف بس من تاريخ المرضي السليم ممكن احنا نشخص، حتى من دون اللي هو ما نسوي تحاليل دم صحيح. وبعدين نثبته بتحليل الهرمون والتصوير اللي هو مال المبايض وعلى حسب، والعلاج وايد مهم اللي هو اللايف ستايل، يعني الرياضة ونمط الحياة صحيح. وفقدان وزن والرياضة صحيح. جميل. يعني يقول هرمون النمو مو بهرمون، مو بنفس هرمون الذكوري الغالي، هذا الكلام قال الدكتور، قال الدكتور يعني الهرمونين قصده، يعني في الجروث غير والتسترون مختلف تمام. صباح النور، استوينا نخاف من السكر بكثر على كثر ما سمعنا من أضراره، رغم أني ما أعاني من أي مرض الحمد لله. الله يديم عليك الصحة والعافية إن شاء الله. هي مو قضية أنك أنت تخاف، قضية أنك أنت تحاول تعيش نمط حياة صحي. الوعي محمود، ونشر الوعي، إحنا ليش نريد نزيد ونأكد؟ عشان الوعي يكون عنده وعي بأسلوب حياته، بخياراتك اليوم. دكتور علاء، كثير من المرضى عندنا يعانون مشاكل في الغدة الدرقية، اللي هي الغدة الموجودة في الرقبة، وكثير يسألون ليش إحنا عندنا مشاكل، يكون عندنا كسل في الغدة الدرقية بشكل كبير، مع أن إحنا يعني ناكل أسماك وعندنا الحليب الملح المدعم باليود، فشو نعم. أسباب أن عندنا مشاكل في الغدة الدرقية يعني في عدد يعني من الحالات؟ الأمراض الغدة الدرقية يمكن هي ثاني أعلى معدل لمشاكل الغدة الدرقية بعد السكري صحيح. الأسباب صراحة كثيرة، بس زي ما ذكرتي اليود واحد من أهم الأسباب، لكن في سبب مهم جدا اللي هو إحنا بنقول خلل في المناعة. أمراض الغدة الدرقية تعتبر واحد من أمراض المناعة، واللي بيحصل إنه جهاز المناعة في جسم الإنسان يفتكر إنه الغدة الدرقية هي جسم غريب ويبدأ يهاجمه. إذا هاجم الغدة الدرقية يحصل نوع من الالتهاب في الغدة ويقل إفراز الهرمون. ده واحد من أكبر الأسباب، لكن في أسباب تانية بنشوف خلل أو نقص في إفراز الغدة الدرقية ممكن يحصل بعد الحمل صحيح. الواحد تكون حامل بعد الولادة، خلال فترة بسيطة بعد الولادة يحصل تغييرات في إفراز الغدة الدرقية ويقل إفراز الغدة الدرقية صحيح. وده عادة بيستمر لفترة بتاعت سنة، في معظم الأحيان بيرجع طبيعي، لكن في ناس بيستمروا بأنهم بياخدوا الهرمون. طيب دكتورة عزة، شو الأعراض اللي تطلع على الإنسان تبين أنه عنده خلل في إفراز الغدة الدرقية؟ مش الغدة الدرقية، عموما الغدة كلها، يعني لأن كل غدة لها أعراض معينة، لها أعراض، لها وظيفة معينة. يعني خلينا نبتدي بالدرقية. الدرقية مثلا عندنا مثلا إذا يكون زيادة إفراط أو خمول مثل ما تفضلتوا قبل، فإذا كان في خمول الواحد بيزيد وزنه، بيحس بجفاف، إمساك، اكتئاب مرات، اضطراب الدورة الشهرية، وبيحس ببرودة. فهذا إذا والعكس صحيح، يعني إذا كان عنده زيادة إفراط في الغدة الدرقية بيكون عنده نشاط، نقصان في الوزن، إسهال، رجفة في اليد، يكون مثلا مضطرب عصبي صحيح. في شيء يسمونه غدة العصبية الزايدة، غدة العصبية الزايدة في الغالب هم يقصدوا الغدة الدرقية، لأنه زيادة إفراز الغدة الدرقية يؤدي لعصبية نعم صحيح. طيب صحيح. في بعض الأحيان يقولون أن في علاقة نفسية ما بين يعني إفراز الغدد وكذا، إنه يعتمد على نفسيتك إذا أنت متضايق ولا أنت مستانس ولا كذا، هل هذه لها علاقة بشكل أو بآخر إنه ممكن واحد نفسيته ممكن تأثر عليه؟ ضغوطات وشي تأثر على عمل الغدد؟ والله سؤال حلو ومهم، لأنه دي واحدة من الحاجات اللي بيجي يقولوا دائما المرضى، إنه أنا ما عندي مشكلة فقط لأنه كنت ستريسد أو كان عندي مشكلة معينة حصل. الحاجة المهمة اللي نعرفها إنه الاسترس أو الضغوطات النفسية بتأثر على إفراز الهرمونات، لكن في معظم الأحيان، يعني إذا أنا عندي خلل معين في إفراز الهرمون، الاسترس والضغوطات النفسية بتأثر على إفراز الهرمون بس لفترة معينة صحيح. في الغالب ما حتأدي لخلل دائم، يعني مثلا ممكن تأثر على زيادة في إفراز السكر مع الاسترس، وفي نعم. في جزء من نوع السكر
بنسميه السكر الناتج عن الضغط النفسي. ده عند المرضى اللي بيدخلوهم مثلا في المستشفى حيعملوا عملية نلاحظ أن السكر بتاعهم مرتفع قبل العملية. أول ما يعملوا عملية ويخلص يرجع السكر طبيعي. ده ما بيعني أنه السكر حيظل عندهم على طول. لكن الشخص اللي يأثر عليه نفسيته تأثر على زيادة السكر معرض في المستقبل إنه يجيه سكر. صحيح صحيح. كيف نحافظ على صحتنا من مرض السكري؟ الوقاية. فهو أهم شيء اللي هو الرياضة. يعني تقريبا 35 إلى 40 دقيقة 5 مرات في الأسبوع. أو إذا كان مثلا الرياضة مور يعني مكثفة تكون 3 إلى 4 مرات في الأسبوع. الأكل السليم. يعني الواحد لما يشوف الطبق ممكن يختار الأكل اللي يأكله بالكمية المنتظمة مالته. صحيح. وبعدين اللي هو إذا الواحد مثلا عنده تاريخ مرضي في الأسرة فهو لازم يعني يقي نفسه أكثر لأنه دائما يكون معرض. والكشف الدوري طبعا يساعد الكشف المبكر. دكتور علاء، احنا دائما نتكلم عن الخلايا الجذعية ودورها في علاج الأمراض. طبعا الغدد الصماء حق الخصب للخلايا الجذعية، يقولون بيزرعون مكان البنكرياس وغيره. فأنت وين تشوف مستقبل الخلايا الجذعية في علاج أمراض الغدد الصماء؟ والله الخلايا الجذعية هي التطور متوقع في عالم الطب. في عالم الطب لحد الآن في مرحلة الدراسات ونتمنى أنه نوصل به لحاجة، لأنه أفتكر حنوصل لعلاج كثير من الأمراض. لكن حتى الآن قيد الدراسة، ما في دراسات أكيدة أنه حيفيد في الحاجة الفلانية. صحيح. ذكرت مساعة معلومة مهمة عن العيادة اللي فتحتوها للناس اللي بين 13 و 18. هاي نقطة مهمة، لأن هالفترة تكون فترة حساسة، ينتقل من الطفولة هو ما يكون بالغ، يكون بعده مراهق. فأتوقع يحتاج خصوصية معينة. فشو يعني كيف تتعاملون مع المرضى اللي في هالفئة العمرية في العيادة؟ هي زي ما قلتي مرحلة حساسة، الانتقال من حتى متابعة مع طبيب لطبيب آخر ممكن تأثر على صحيح. على الأطفال أو على البالغين في الفترة دي. الحاجة اللي عملناها إنه هي عيادة واحدة بيقعد فيها دكتور الأطفال اللي كان بيتابع المريض من أول. جميل. وحيقعد معاه في نفس العيادة الدكتور الجديد اللي حيتابع، بيستمروا يتابعوا المريض مع بعض في نفس العيادة، بيشوفوه مع بعض لفترة بتاعت سنة أو سنة وشوية، وبعدين يتحول على عيادة الكبار. بالتالي بنخلي الانتقال من طبيب الأطفال لطبيب الكبار شوية سموث. جميل ممتاز. يعني دكتورة عزة، يعني هل مشاكل الغدد تصيب الحريم أكثر من الرعيل ولا الرعيل أكثر من الحريم؟ أتوقع الحريم. الحريم أكثر. ليش؟ لأن أنت اسمك عزة؟ أنا أغشش عزة أعطيها الجواب. يلا أنتوا ثنتين جاوبوني. هو النسب والدراسات يعني بينت أن الحريم أكثر، يعني مثلا تكيس المبايض في الحريم أكثر، الغدة الدرقية بعد في الحريم أكثر، الغدة النخامية يكون مبكر نكشفها مبكر في الرجال أكثر من الحريم، يعني الحريم يأخذ شوية وقت. الحرم كثر الاسترس اللي عليها، تحس انه دائما تحاتي الزوج الام العيال، فهل الاسترس كله ياثر عليها؟ عشان شي حليله عندها وايد في اشياء معينه الواحد ياكلها ممكن ان تكون جيده للافرازات الخاصه بالغدد وكذا، وهذا ممكن تهدي ممكن مثلا الخمول في الغده الدرقيه، يقولون الاشياء المدعمه باليود تكون زينه، اللي هو الملح، السوشي، اللي هو الكريسبس اللي فيها آيودين. هذا ممكن تساعد، بس ما في شيء معين تاكله أساس إن عشان أقي نفسي من هذه المشاكل. شو ممكن أسوي؟ لسه بنقول اتباع نمط دكتور، نحن نقول نمط الحياة الصحي موجود حق كل الأمراض، لكل الأمراض. لكن بضيف عليه أنه المتابعة والكشف والفحص الدوري بيكشف كثير من الأمراض. لأنه فحص الدوري كل كم؟ خلينا نقول كل 6 شهور أو كل سنة بيكون مناسب. ليش؟ لأنه أمراض الغدة أعراضها عادة مش محددة. يعني بنقول أعراض مشتركة مع أمراض كثيرة، فممكن الواحد يجي بس بتعب ويرهق ويكون مشكلة في أي واحدة من الغدد. فالمتابعة الدورية أفتكر بالضبط. والفحص مع الدكتور بيكون له أثر كبير في تجنب المشكلة. أنت كنت تبغين تضيفين شيء على الرجال والنساء؟
لا ما كنت بضيف شيء، بقول الله يعيني بس النساء، إن حتى ماض الغدد عندهم أكثر مساكين. أنتي يعني الرجال مستانسين يعني حياتهم وردية مع النساء يعني. ليش؟ لأن الحرمة شالة كل الاسترس يعني، كل الضغط. هي والله الرجال يعني أبرد شوي يعني، ما يحاتون نفس النساء. أيوة. واجد حاتي. يا سلام. يا سلام. يا سلام. احنا احنا الدوامات تلاقيهم مات في بيتي حاطونها بيتاخروا من تقريبا. انا بس قلت لنا البارحه يوم الام العالمي ويوم السعاده يوم كان. دكتور انت مبسوط تأيد الكلام هذا ولا؟ والله يعني بالكلام ده انا بقول كل سنه طيبه لكل الامهات. رد دبلوماسي دكتور. ها عزه شو رايك؟ لا تعليق. لا زين. عموما احنا سعيدين جدا باستضافتكم ونتمناكم ان شاء الله التوفيق الدائم. دكتور علاء بشير استشاري الغدد الصماء، والدكتورة عزة عبد العزيز استشاري الغدد في مستشفى دبي، شاكرين لكم. عندنا 30 ثانية ناخذ بس نصيحة أخيرة وكلمة أخيرة تبغون توجهونها. الوقاية والثقافة، الثقافة وايد مهمة يعني، الواحد لازم يكون ملم بكل الأمور هذه ويستشير متى ما يكون في شيء حاس فيه. دائما عندنا مراكز صحية يروحون يستشيرون الطبيب، وهناك أكيد طبيب العائلة بيدله وين المكان الأنسب إنه يروح له. جميل دكتور. أنا ما حضيف حاجة على اللي قالته دكتورة عزة، بس حبي أشكركم وأشكر تلفزيون أو إذاعة نور دبي وبرنامج صح وسعادة على استضافتكم. شكرا دكتور. أنت بتضيفين شيء؟ لا شكرا. ضيفي قولي لهم، قولي لهم تعالوا يعني لا تنسون الفحص الدوري كل شسمة. وايد أعطينا صايح اليوم مساكين، يوم خميس الأحد نذكرهم الأحد إن شاء الله بالحياة. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة. شكرا لك ميرا الغفري كانت معنا في التنسيق وفي الإخراج نمر محمد عبدو. شكرا لك دكتور رندا الملة، حتى نلقاكم إن شاء الله في مطلع الأسبوع القادم. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.